موضوعنا لهذا اليوم مثل ما قلنا موضوع اللي هو اسمه Order of Adjectives، ترتيب الصفات. هذا من المواضيع أيضا من المواضيع المهمة جدا. فكرته هو نفس عنوانه، الفكرة مالته أنه نحن كيف نرتب الصفات مالتنا. طبعا هنا من نسمع أنه ترتيب الصفات نعرف أنه يعني ما معنى الكلام أنه هنالك أكثر من نوع من الصفة، لأنه واضحة من اسمه ترتيب الصفات معناته عندنا احنا أكثر من نوعية للصفة. وتحديدا احنا عندنا بالمنهج مال يعني المنهج الثالث يتكلم عن 7 أنواع من الصفات، 7 types of adjectives. والمطلوب من عندنا انه نحفظها بترتيب معين، يعني احنا مو نستخدم الصفات بكيفنا، لا، هو لها ترتيب، لها فد نظام معين انه احنا ما نقدم ونأخر بكيفنا، لا. طبعا مبدئيا هم قبل ما نبدا هو شنو فائده الصفات. طبعا الصفات من فوائدها انه هي تستخدم لوصف اسم، يعني تستخدم لوصف شخص، شيء يعني عاقل او غير عاقل، توصفه طبعا حسب الصفه، اذا كانت صفه جيده، كانت صفه سلبيه، كانت صفه الى اخره. فنبلش بدون تاخير. عندنا مثل ما قلنا يقول 7 أنواع من الصفات، ومهمتكم اكيد انتم تحفظوها مثل ما موجوده امامكم بهذا الشكل. النوع الاول عندنا opinion adjectives اللي هي صفات الراي، وفي كثير من الاحيان يسموها general adjectives. يعني هسه بالخامس اعدادي عندنا نفس الموضوع اللي هو موضوع ترتيب الصفات، ولكن مسمي الopinion مسميها general، مسميها يعني صفات عامه. طبعا تسميه الopinion انا اشوفها ادق يعني دقيقه اكثر من general، لأن الجنرال قد تشمل كثير من الصفات، بس الأوبينيون لا، واضحة أن احنا جاي نتكلم عن صفات الرأي. صفات الرأي يعني مثل شنو؟ طبعا أنت من الأمثلة أمامكم، بس أنا اليوم حتى أخليكم تفرقون يعني هو شنو أميز صفة الرأي عن شيء آخر. لنفترض مثلا أن أنا اليوم اشتريت موبايل، أن أنا اشتريت سيارة، أنه أنا مثلا كان عندي امتحان أنا وشخص معي آخر كذا إلى آخره. فأنا لما نشتري موبايل، على سبيل المثال موبايل قد يكون سعره لنفترض مثلا $100، ممكن يجي شخص يقول لي هذا يعني الموبايل cheap رخيص، يجي شخص آخر يقول لي لا، يقول لي هذا الموبايل expensive. هنا نفهم أنه ماكو فد رأي موحد على الموبايل بالنسبة للسلعة مالته، يعني بالنسبة للسعر مالته، هل هو رخيص أم غالي. فكل واحد عنده رأي شكل، ممكن يعني إذا كان جيد أو لا، ممكن شخص يخلي هذا الموبايل زين، ممكن يخلي شخص لا هذا الموبايل مو زين. همين تعتمد على الرأي مالته حسب استخدامه حسب فائدته. هاي طبعا بالنسبة ليش، بالنسبة لي أنا تكلمت عن موبايل. زين بالنسبة مثلا امتحان، مرات تلاحظ أنه أوصل شيء مثلا الأسئلة الوزارية، أسئلة مثلا امتحان، تشوف أنه أنت وزميلك مثلا تطلعوا من الامتحان، أنت تقول الله الأسئلة والله شقد كانت سهلة، ايزي سهلة. يطلع صديقك يقول لك لا والله الأسئلة كانت حيل صعبة، difficult. فهناش عندنا، هنا صار عندنا يعني أيضا نعتبرها صفات رأي. صفات الرأي تقبل، يعني تقبل ايش؟ تقبل التناقض. يعني شلون تقبل التناقض؟ يعني مثل ما قلنا على امتحان سهل، ممكن بكل بساطة يجي شخص آخر يقول على امتحان صعب. مثل ما نقول على هذا الموبايل غالي، ممكن شخص آخر يقول لك لا رخيص. بس بالمقابل انت مفكروا بيها، يعني انت مفكروا بيها، لما يكون انا الموبايل اللي اشتريته مثلا لونه اسود، مثلا اسود، مو من المعقول انه يجي شخص يقول لي لا هذا الموبايل ابيض. هنا هاي مو صفة رأي، طبعا هاي تعتبر من صفات اللون اللي هي المرتبة الخامسة. بس انا قصدي انه انتم حتى شلون تميزون انه هي صفة الرأي، شلون اعتبرها هاي صفة رأي. لما نقول على جهاز او على شيء جميل، ممكن يجي شخص آخر يقول لا مو جميل، هذا شكله مو حلو. سيارة أو موبايل أو أي شيء، أقول يعني والله هذا البيت عجبني، هذا البيت حلو، أو هاي السيارة حلوة، يجي شخص آخر يقول لا هاي السيارة ما حلوة، هذا البيت ما حلو، هذا كذا. فهنا شنو؟ هنا راح ندخل في إيش؟ في مسألة يعني مثل ما قلنا الرأي، أنا رأيي هالشكل. بس لما أجي أقول إنه مثلاً شكله، لنفترض إنه شيء شكله، أقول والله هاي السيارة أو هذا الموبايل شكله مربع،
يجي شخص يقول لي هذا شكله دائرة، هذا يعني كلام مو منطقي، يعني هذا الشيء مو منطقي، يعني ما تعتمد على الرأي. أو مثلا أقول والله هذه هاي الفتاة شعرها إيش، شعرها مثلا ملفلف، طبعا بالإنجليزي عندي كلمة كيرلي، كيرلي اللي هو الملفلف أو المجعد. يجي شخص يقول لي هذا ما ملفلف، هذا سرح، يعني هذا شعرها سرح. هذا الكلام مو يعتمد رأي، هذا ما يعتبر رأي، لا، لأنه هنا أنت أكو حقيقة ثابتة، إما يكون فعلا شعرها ملفلف أو يكون شعرها فعلا سرح، هي مو بشغلة يعني مو بكيفي. بس أنا ممكن أقول بكيفي، أن أقول والله الشعر مثلا الشعر الملفلف حلو، هذه رأي. يجي شخص آخر يقول لا أنا ما أحب الشعر الملفلف، أنا أحب الشعر السرح. هنا تحب أو ما تحب، هنا حلو ولا ما حلو، هذه أوكي ممكن تعتبر رأي. أما باقي الأشياء هذه ما تعتبر رأي، لأن هذه تعتبر جزء من الحقيقة، إن أنت ممكن تعتبرها حقيقة، يعني هذه إما موجودة أو لا. فصفات الرأي انتبهوا عليها: smart ذكي، lazy كسول، beautiful جميل، ugly قبيح، cheap رخيص، expensive غالي، nice أيضا جميل، fantastic ممتاز، terrible سيء إلى آخره. فتلاحظون أن صفات الرأي لها علاقة بالرأي فعلا، يعني أن أنا ممكن أوصف طالب عندي، لنفترض أنا اليوم طالب عندي بالإنجليزي، أقول والله هذا الطالب سمارت باللي أشوفه من عنده، يعني أشوف أنه هو يجاوب ويقدم وكذا. هذا الطالب نفسه عنده مشكلة مثلا في مادة الجغرافيا مثلا أو مادة الاجتماعيات، لما أجي أسأل الأستاذ مالته أقول له شلون فلان عندك بالاجتماعيات، أقول له والله هذا كسلان، هذا تعبان، هذا الطالب كسلان. زين، هل هو غلطان؟ لا، لأنه يعني عنده بمادته هو يتكلم برأيه، أنه رأيه أنه لا هو كسلان. بس أنا لما يجي يسألني أقول له شلون الطالب، أقول له هذا الطالب شاطر سمارت ذكي هذا. زين، شلون صفتين متناقضتين يعني في شخص واحد؟ لأنه هذه تعتمد على الرأي، تعتمد على أنه أنا 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 رأيي أنه أشوف هذا الطالب شاطر، آخر حسب المعطيات اللي عنده يقول هذا لا هذا كسلان. وهذه الأمثلة، وطبعا هاي الصفات كلها بصورة عامة تأتي في المرتبة الأولى. هل هنا دائما الطلاب بقت تسأل أستاذ زين إحنا يعني هاي الصفات كلها نحفظها؟ أنا ما أقول لكم كلها تحفظوها، لأنه صفات الرأي هي كثيرة جدا، ولكن إحنا نركز على الشغلات المهمة. يعني مثل شنو؟ يعني مثلا عندي كلمة نايس من الصفات اللي جاءت بالوزاري، عندي كلمة بيوتيفول أيضا من الصفات اللي ذكرت بالوزاري، عندي على سبيل المثال أقلي هسه يعني المنهج الجديد انضافت، ممكن ندير بالنا منه مثلا، يعني ننتبه له. هاي الشغلات نركز عليها بالامتحان، وأنا ما أقول إنه نهملهم كلتهم، بس تطلعون عليهم تأخذون فكرة عنهم. باقي الصفات بس هذول تحديدا هذول ينذكروا بالوزاري، اللي بالوزاري ينذكروا تحديدا the beautiful and nice. أما الأغلي فهي بالمنهج الجديد، قبل ما كانت موجودة، هسه من نطير المنهج هاي الصفة موجودة من ضمن التمارين، فلا أيضا لازم ندير بالنا منها. وطبعا بالإضافة إذا أكو كلمة جديدة أو صفة جديدة أيضا انذكرت بال يعني بالأمثلة مالتنا، راح اكتبها بمكان كلمة سمارت اللي هي كلمة سترونج، وجد بالوزاري هذا قبل اسبوع، هاي قبل 3 ايام، هاي الكلمة سترونج اللي هو القوي، سترونج قوي، ايضا جد من ضمن صفات الرأي. النقطة الثانية صفات الحجم. صفات الحجم هي من اسمها واضح، حجم، يعني تتكلم عن حجم، يعني مثلا big، مثلا small، مثلا عندي little، huge، tiny، gigantic، هذه كلها تعتبر ايش؟ تعتبر صفات حجم واضحه، يعني لها علاقه بالحجم. هل ايضا هل انا الكلام احتاجهم كلتهم؟ اكيد ما احتاجهم كلتهم، خصوصا يعني مثلا هيوج، تايني، جايجانتيك، هذه اصلا احتمال ما تلقاها بالمنهج مالتك. يجوز لربما هيوج ممكن تشوفه، بس التايني والجايجانتيك ما موجوده بالمنهج. بس انا ليش ذكرتوها؟ ذكرتوها كمثال بس كتوضيح. اما اللي نحن موجوده بمنهجنا اكيد هي اول ثاثي، وحرفيا كلمة ليتل أيضا موجودة من ضمن أسئلة هذا الموضوع نفسه، فالليتل أيضا ممكن نخلي عليها إشارة حمراء نركز عليها بالامتحان. عندي صفات العمر، صفات العمر أسهل منا ماكو، واضحة جدا. صفات العمر مثلا new و old young. new واحد طالب يقول زين أستاذ new جديد، شلون اعتبرت صفة عمر؟ هنا النيو اعتبرناها من صفات العمر على اساس انه احنا الجديد بالنسبه للشيء الغير اخر،
فنعتبره جديد، عمر جديد، يعني مثلا نقول هذا موبايل جديد فيعتبر كعمر تصنيع جديد. بالمقابل النيو ممكن يكون عكس ايش؟ ممكن يكون عكس اولد، مثل ما قلنا قديم، يعني عمره قديم، هذا الـ 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 الاثار مثلا او فد شيء معين، سياره معينه نقول عليها قديمه. يعني شنو قديمه؟ يعني عمرها طويل، يعني صار لها مده كثيره بالشارع، او اثار معينه صار لها مئات او الاف السنين، فيسموها اولد. اما اليونج فهي نقصد بها الشباب، يونج شاب، يعني شخص شاب او شابه يونج، وهذا طبعا نتكلم عن العمر تحديدا. هناك فد ملاحظه جانبيه، يعني طبعا كلمه اولد لو طلب من عندك بالامتحان قال لك انطيني عكسه، يعني انطيني المناقض مالته عكس كلمه اولد، فهنا لك من الخيار انه ممكن تستخدمون نيو، ممكن تستخدمون يونج، واثنيناتهم صح. ليش؟ لانه كلمه اولد هي نفسها ممكن اذا استخدمناها مع الاشياء، يعني الشيء الغير عاقل، فهي تجي بمعنى قديم. فبنقول مثلا اولد بوك، يعني كتاب قديم، اولد بوك. ونفس الكلمة ممكن نستخدمها مع الإنسان، فنقول مثلا old man. هنا ما نقول يعني رجل قديم، لا، نقول رجل كبير، يعني كبير بالسن، old man أو old woman. فهنا حسب المعنى اللي أنت راح تستخدمه. فكلمة old تعني الاثنين، تعني كبير وتعني قديم. فأنت إذا أخذت بمعنى قديم فالعكس مالتها new، وأنت إذا أخذت بمعنى كبير بالسن فالعكس مالتها young. فبالامتحان الوزاري لو فرضنا انه جبتك اولد فانت مخير بين النيو بين اليونج، اثنيناتهم صح. وطبعا اكيد النيو اسهل لكم، يعني لان هي 3 حروف ان اي دبليو اكيد. بس هذا ما يعني ما يلغي وجود اليونج، لانه هي كلتهم نفس الشيء. عندي النقطة الرابعة الشيب، شيب ادجكتيف، شيب اللي هي شنو؟ شكل، من اسمه شكل. طبعا هنا اكو كثير طبعا صفات الشكل، ولكن هو بالكتاب مركز لك على كلمتين، وريدكم انتم ايضا تركزون عليهم، اللي هي كلمه كيرلي اللي هي قلنا عليها المجعد، وكلمه ستريت اللي هي السرح. يعني طبعا هي صفات خاصه تحديدا، يعني مستخدمه تحديدا مع الشعر الهير. فيقول لك كيرلي هير او ستريت هير، يعني شعر مجعد او شعر منسدل او سرح. كلمه سكوير مربع، طبعا يعني مثال اضافي فقط لا غير، بس انا اصلا ما زودت بالامثله لانه هو اساسا يركز على هذول الصفتين، فانا ما اقدر ازيد على الطلاب واكثر عليهم، هاي الصفتين كلش كافي. الكلر ادجكتيفز هذه يعني اعتقد انه هذه من اسهل الصفات، لانه نحن من ابتدائيه ممكن نصغر يعلمونا، كانوا بالابتدائيه يعلمونا الالوان، يعلمونا مثلا البلاك اسود، يعلمونا مثلا الوايت ابيض، الريد احمر، البلو ازرق، حتى اكو اغاني مع الاطفال عليها، واكو كل شيء متوفر عليها. هذه يكون ترتيبها بالمركز الخامس، خامسه يعني المركز الخامس. فمثلا عندنا وايت، بلاك، بينك، بلو، اورنج، براون الى اخره. شنو اللي جاب الوزاري تكرر؟ عندكم براون وعندكم كلمه بلاك، هذول اللي جاوب الوزاري تحديدا. وانا من اقول الجواب الوزاري يعني مو معناته انه الصفات، ارجع واكرر، مو معناته انه الصفات الباقيه ما تدرسوها او ما تطلعون عليها على اقل تقدير، لا، انتم تطلعوا عليها، بس مع ذلك حتى تعرفون. يعني احنا بنقول انه البلاك مثلا والبراون جو من ضمن صفات الالوان، فهذا يدل على انه صفات الالوان مهمه، مو بالضروره الكلمتين نفسهم مهمين، لا، انه صفات الالوان بصوره عامه يعني مهمه، فنركز عليهم، مع انه خلينا نقول 5% زيادة نركز على هاي الكلمتين حتى لا ننساهم. النقطة السادسة أو الترتيب السادس الناشوناليتي، وهذا أيضا أشوفه واضحة سهلة. ليش واضحة؟ لأنه الناشوناليتي مبيني، يعني بنقول عراقي مبيني، بنقول فرنش تعرف إنه هذا يتكلم على فرنسي، بنقول إنجليش، بنقول إيطاليان، بنقول قطري. يعني الكلمة أنت من راح تلفظها راح تعرف إنه هذه جنسية لها علاقة بالجنسية. فهذه تجي بالمركز ما قبل الأخير السادس. والمركز الأخير عندي الماتيريال. الماتيريال اللي هي شنو؟ اللي هي المعادن أو المواد، يعني المواد الخام، المعادن إلى آخره. الماتيريال مثل شنو؟ عندي مثلا كلمة بلاستيك، عندي مثلا كلمة كوتن اللي هو القطن، عندي مثلا الوول اللي هو الصوف، الليذر الجلد، طبعا الجلد اجلكم الله الجلد الحيواني اللي يستخدم بالاحزمه،
والأحذية والشنط، هذا يسمونه ليذر. الأيرون هسه بالمنهج الجديد ضاف لكم كلمة أخرى اللي هي كلمة فابريك. فابريك مهم جد بالوزاري هسه، هذا الدور الأخير هذا هسه قبل أسبوع. كلمة فابريك، فابريك اللي هو القماش، تأتي من يعني بمعنى القماش. فهذه الصفات تجي بالمركز الأخير. فهنا يعني هنا هو مثل ما قلت لكم، مو انت من الموضوع كله تو من عنوانه انت تعرف هو شنو المطلوب من عنده. Order of adjectives مهمتكم تحفظون الصفات بهذا الترتيب مثل ما موجود امامكم، وكل صفه تاخذوا لها مثالين ثلاثه تخلوها ببالكم حتى تفرقون بيناتهم بالمستقبل. فتشوفون الامثله او شوفوا يعني الامثله الامتحانيه حتى تعرفون يا شلون ممكن تجي بالامتحان. شوفوا الأمثلة. يقول my niece يعني ابنة أخي أو ابنة أختي، niece has an feral dog. هنا عندي يعني شوف عندي ثلاث اختيارات: ugly, old, little. old, ugly, little ولا ugly, little, old. هنا عندكم ثلاث اختيارات وكل اختيار بينه ترتيب معين للصفات، ومهمتكم طبعا تختارون الترتيب الصحيح. يعني أي اختيار هو ترتيب الصفات بينه صحيح. فهنا راح تبقى يمكم اكيد هذه الجملة اللي هي الجملة الاولى والجملة الثانية، هذه من المنهج الجديد حاليا. والدليل على ليش قلت لكم ليش انا ليش ذكرتهم هنا، لانه مهمين، لانه جديد قبل ما كانوا موجودين. وتأييدا لكلامي الجملة الثانية هذه جد بالوزاري هسه، هذا اللي هو الامتحان قبل اسبوع. ولهذا السبب الامثلة السابقة اللي من 3 إلى 5 هذه اسئلة وزارية مال الاعوام السابقة قبل ما يطير المنهج. بس المثال الأول والثاني هذول أجداد ما كانوا موجودين قبل، بالمنهج الجديد انضافوا. فهنا راح طبعا تشوفون الاختيار اللي هو ugly little old. ليش؟ لأنه الأغلي هي صفة رأي، أغلي بمعنى قبيح، little صفة حجم اللي هي بالمرتبة الثانية، والold عمر مرتبة الثالثة. فتلاحظون هنا استخدم ثلاث صفات اللي هي صفة الرأي مركز الأول، والليتل صفة حجم مركز الثاني، والأولد صفة عمر اللي هي المركز الثالث. فشوف اختار أول ثلاثة بالضبط، 1 2 3. نجي على الجملة الثانية، يقول her bag is made from فراغ، pink strong fabric. strong pink fabric ولا fabric pink strong؟ طبعا أكيد هنا الاختيار مثل ما شفتم انه الاختيار الصحيح strong pink fabric. ليش؟ مرات الطالب تجي كلمات بالامتحان، يعني هسه مثلا هاي الصفات وجدته ثلاث اختيارات، والطالب مثلا هو اكيد طبعا الاختيارات الثلاثه مثل ما تشوفون انه هم ثلاث كلمات مكررين بس بترتيب مختلف. فيجي طالب يقول يعني قل زين استاذ اذا نحن ما نعرف المعنى مال هذا شلون؟ انا راح اقول لك انه انت مو بالضروره تعرف كل معنى الكلمات. تحتاج قد يكون تحتاج الى معنى واحد مرات تكفي. يعني صفه واحده اذا عرفت معناها يكفي. يعني مثلا اكو طالب يعرف معنى كلمه بينك. كم مرت علينا؟ كنت درسها بالابتدائيه ويتذكرها، بينك معناها وردي. فهنا سؤال تسأل نفسك، هو البينك يا مرتبة؟ راح تقول استاذ بينك بالمرتبة الخامسة، بينك بالمرتبة الخامسة. زين حلو، منو جاء زين وعندي كلمة سترونج وعندي كلمة فابريك. ما أقول 100% ولكن 99% ما يستخدم، يعني شنو اقول لك، ما تجي اللون تجي بالبدايه لانه هي اساسا بالمرتبه الخامسه. هاي نقطه. النقطه الثانيه، الملاحظه الثانيه وركزوا بها هاي المعلومه، انه ما كان جاء لا بالكتاب ولا بالامتحان الوزاري ان جاب جمله ما بها صفه راي. اعيدها مره ثانيه بس حتى يعني تفهمون كلامي، انه ما موجود لا بالكتاب سواء بالنشاط او بالاكتيفيتي ولا بالوزاري هو كان سواها قبل ولا هسه، انه يجيب جمله مال ترتيب الصفات
وانه هاي الجمله ما تحتوي على صفه راي. زين هاي المعلومه بيش راح تفيدني؟ هاي المعلومه راح تفيدني انه انت لما يكون عندك البينك بالبدايه، ونحن نعرف انه اخذنا ملاحظه من استاذ عمر انه لازم الجمله بها صفه من صفات الراي، فهنا راح يكون عندك ديفينتلي بالتاكيد انه هذا الاختيار الاول هو غلط 100%. ليش؟ لانه من المستحيل انه تبدا بصفه لون، صعب صعب تبدا بصفه لون اذا كنا نعرف انه اكيد الاختيارات بها صفه راي. وهذه طبعا قلت لكم هي ما تخلى، انا ما عاد اقول انه هي شيء مستحيل ما ممكن، لا لا، ولكن انا عاد اقول لك انه الامثله اللي عندك بالكتاب وبالوزاري هاي صار لنا سنين ما تجاك الجمله، ما كنت جابك الجمله انه جمله بها يعني ما بها صفه راي. فصفات الراي دائما حضورها دائم، يعني مثل ما متواجده دائما صفات الراي. فلما انا اعرف هاي المعلومه انه صفات الراي دائما تكون موجوده، فاعرف نفسي انه مستحيل ابدا ببينك، مستحيل ابدا ببينك، ما ابدا ببينك لانه بينك صفه لون. زين اذا طالب يعرف معنى كلمه سترونج، ما يعرف لا كلمه بينك ولا كلمه فابريك. السترونج يعرفها سامعها مثلا من لعبه جيم بالموبايل، يعني من اي مكان اخر يعرف انه سترونج بمعنى قوي، سترونج بمعنى قوي. ايضا راح يفهم انه بما انه هي القوي صفه راي، راح يفهم انه هذا الاختيار لما تكون السترونج بالنص ما راح يستخدمه، لانه يعرف هو صفات الراي تجي بالبدايه. لما يشوف الاختيار الثاني كلمه سترونج صارت بالبدايه راح يشك بيه، يقول لك ها هاي جد بالبدايه ممكن. لما نشوف الاختيار الثالث بدا بكلمه فابريك، يعرف انه هو ما له غير اختيار واحد صحيح اللي هو الاختيار بي. ليش؟ لانه كلمه سترونج هي صفه راي، نحن نعرف صفه الراي لازم تجي بالمركز الاول، فما راح اختار غيره. شوف انا هذا كلامي كله ايش اقول لك؟ انا هذا كلامي كله اذا كان في حال انت المعنى عندك كل شيء ماكو وانت بس تعرف صفه واحده. فانا عاد انطيك الحلول من خلال صفة واحدة. أما الطالب اللي يعرف معنى صفتين فهذا يعني الإجابة مالته راح تكون 99% صحيحة، لأنه خلص هو وصل بصفتين، ظلوا صفة واحدة أكيد راح يدبرها. زين لما كان عندي صفة اللون، ليش أنا ما يعني ليش قلنا أبد ما تجي بالبداية؟ فهذا راح أستبعده، راح أستبعده. لما عندك اختيار سي فابريك بينك سترونج، هنا راح يكون عندك اكيد راح يكون عندك شك بين الاختيار الاخير الثالث وبين الاختيار البي. فهنا راح تبقى ايش؟ راح تبقى انت على اقل احتمال، لو كنت صفر صفر بالمعاني ما ظل عندك امل، على اقل احتمال انت وصلت نسبه 50-50، يعني ممكن تجاوب صح ممكن تجاوب غلط. هذا في حال انت فرد مره ما لقيت الجواب، فهنا راح تختار بين اثنين افضل مما تختار بين ثلاثه، يعني هاي من حيث النسب. بس اكيد اكيد انت لازم تعرف انه الامثله مالتك لازم تطلع عليها. ليش قلت لكم بدايه تطلعون على الامثله مالتكم، الكلمات اللي انطيتكم اياها بالجدول قبل شويه، حتى يصير عندكم سيطره كامله على هذا الموضوع. الجمله الثالثه يقول لينا هاز عندكم ثلاث صفات، شوف الطلب مالته يقول لك ري ارينج، معناها اعد ترتيب. كلمه ارينج رتب، rearrange معناته اعد ترتيب، rearrange the adjectives. هنا ما جاب السؤال على شكل اختيارات وانما انطاك ثلاث صفات وقال لك تعال انت رتب لي بترتيب صحيح حسب الجدول اللي انت اخذته. فهنا ايضا عندك بلاك وعندك ستريت وعندك نايس. النايس يعني اؤمن او اعتقد بانه كلكم تعرفوها، نايس نايس جميل، نايس هاف ا نايس داي، نايس النايس تجي بالمرتبة الأولى. يظل عندك ستريت، يظل عندك بلاك. قلت لكم هاي الصفات لازم تتعلموها، ستريت والكيرلي، ستريت وكيرلي لازم تتعلموهم، اللي هي صفات الشكل اللي هي بالمركز الرابع، واللون عندي بالمركز الخامس. فأكيد الترتيب راح يصير بالعكس بالضبط، راح نجيب النايس نخليها بالبداية والستريت بالوسط والبلاك بالأخير. فهذا الترتيب الصحيح. النقطة الرابعة ندى بوت a nice green French green of nice French ولا nice French green dress. طبعا ولا اكو اسهل من الصفات. ليش؟ لان الصفات كلها واضحة، عندي nice عندي green لون مبين green اخضر، وعندي French فرنسي جنسية. طبعا اكيد الاختيار الاول هو الصحيح باعتبار انه بدأ بصفة راي،
الاختيار الثاني بدأ باللون، الاختيار الثالث صح بدأ بالرأي ولكنه تلاها بإيش؟ تلاها بصفة جنسية قبل اللون، وهذا الشيء غلط، ما يصير، لازم لون ثم جنسية. فالاختيار الأول هو الصحيح. والاختيار والجملة الخامسة: Hannah bought two فراغ shirts last week, nice French cotton ولا nice cotton French ولا French nice cotton. أكيد أكيد راح أختار nice French cotton. nice صفة رأي، cotton عفوا French جنسية، والcotton معدن. فهنا صار عندك الترتيب 1-6-7، 1-6-7، فهو هذا الترتيب الصحيح. بما ان احنا تكلمنا قبل شوي عن الصفات وحكينا بالتفصيل عن الصفات وقلنا ترتيب الصفات و الى اخره، هنا راح ناخذ كلمتين اللي هي تجي قبل الصفات. هاي الكلمتين تستخدم قبل الصفات. شوفوا، الصفات تستخدم قبل الاسم عادة او تستخدم لوصف اسم، اما هاي الكلمتين تحديدا اللي هي الكوايت والريلي تستخدم لوصف الصفة نفسها، يعني تنطي وصف للصفة نفسها. زين، شنو فائدتهم؟ فائدتهم هما واحدة بعكس اللي خلينا نقول نوعا ما متناقضين. يقول لك الكوايت يعني مثلا انا اتكلم على طالب او اتكلم على مثلا سيارة او اي شيء معين، فاقول مثلا he is quite clever student. he is، شوف هنا استخدمت quite. he is quite a clever student. هنا من استخدم طبعا الصفة، هي الصفة الرئيسية هي clever، هنا خليت قبلها quite. لما خليت quite قبل الصفة ايش سويت؟ يقول تستأتي كلمة quite مع الصفة لتعطيها قوة قليلة او تقلل من قيمة الصفة. يعني وكأنما انت جاي، يعني انت من تقول مثلا اقول لك شلون كان الاكل، اسالك مثلا how was the food، كيف كان الاكل، انت ممكن تجاوبني تقول لي it was quite good. هنا مثل ما تقول، يعني احنا مرات احنا بالعاميه نقول اوكي يعني ما بينه شيء، بس هل معناته انه هو جيد؟ يعني جيد ممتاز؟ لا، يعني احنا شو نقول؟ نوعا ما، يعني اوكي زين بس يعني مشي حاله. فلما نقول على شخص، لما نقول على طالب او طالبة اقول he is او she is quite good او she is quite clever، يعني اوكي هي شاطرة بس مو كلش، يعني مو الشاطرة الشاطرة اللي نحن نقول عليها اللي مثلا تاخذ 99% لا شاطرة، يعني نوعا ما مثل ما نقول 70s-80s، يعني هالشكل وسط. أما لما تستخدم صفة الريلي، لما تقول he is a really clever student، هنا نفهم من كلامك إنه هذا الشخص جدا ذكي. فكلمة really تجعل الصفة أكثر قوة، يعني تنطيها قوة زيادة. مثل ما تعرفون مثلا مرات تقول مثلا good ونقول مثلا very good، فالريلي تقريبا تشتغل نفس شغل الفري. مرات اقول لك good جيد، very good جيد جدا، فلما نقول really good يعني كلش جيد، وكأنه ما اشبه بكلمة very. اما من تقول quite good يعني انت تقول جيد بس مثل ما نقول من يعني من خلف قلبك، يعني ما عجبتك الموضوع 100%، بس انت تقول اوكي جيد بس يعني مشي حاله. فهذا الفرق بين الاثنين. الكوايت تقلل من قيمة الصفة، الريلي تعظم تكبر من قيمة الصفة. هذا الفرق بيناتهم. طبعا بالامتحان مشان يجوك اكيد يجوك على شكل اختيارات، وتعتمد بشكل كبير جدا على المعنى، بالرغم من انكم ممكن ملاحظات بسيطة تستفاد من عنده كقواعد، بس غالبا المعنى هو اللي راح يحكم اختيارك بين الكوايت بين الريلي. من الشغلات اللي قلت لكم انه احنا ممكن نستدل على الاختيار قواعديا، انه انتم اذا انتبهتم انه الكوايت يجي بعد او ان، ممكن يعني ممكن بس ما اقول كل الجمل لانه اكيد ما كل الجمل،
بينما الريلي تاخذ الآ قبله مو بعده. يعني هذا قد تفيدك بنسبة بسيطة جدا، لأنه مو كل الجمل راح تحتوي على هاي التركيبة، والأمثلة اللي راح تشوفوها بالأسفل خير دليل. شوف المثال، يقول the exam was quite ولا really difficult، يعني امتحان كان صعب، امتحان كان صعب، but ولكن not like the last year، ولكن ليس كامتحان العام الماضي. هنا تفهم من كلامه ان هو الامتحان كان صعب نوعا ما، بس مو كلش صعب. ليش؟ عقل الشيء عرفت، لانه هو عقل لك the exam was difficult، يعني quite difficult، كان صعبا نوعا ما، but شوفوا ايش رجع قال، but not like the last year، بس مو مثل العام الماضي، العام الماضي كان صعب يعني بطريقة مو طبيعية. فهنا السبب اختارينا quite، لأنه يبين لك أنه هو صح كان صعب بس مو مثل ما العام الماضي، العام الماضي كان أصعب. الجملة الثانية يقول the panther is quite really fast، سيارة البانثر سريعة. كمل. You have to be careful، يجب أن تكون حذرا. زين من هو ينبهني؟ من هو يحذرني؟ يقول دير بالك السيارة سريعة. هنا تفهم أن هو يقلل من قيمته لو يزيد من قيمة السرعة. أكيد هو هنا يقول لك يزيد، فهنا استخدم really، فقال لك the panther is really fast، يعني فعلا سريعة أو جدا سريعة. ولهذا السبب كمل لك الجملة بـ you have to be careful، يجب أن تكون حذرا. لو كان السرعة اعتيادية وسرعتها قليلة ما كان قال لك دير بالك كن حذرا، ماكو داعي. بس لما سيارة سريعة جدا لا دير بالك كن حذرا. النقطة الثالثة يقول I think، أنا أعتقد safety is quite really important، مهمة الأمان، مواصفات الأمان مهمة. فهل هي مهمة نوعا ما ولا هي مهمة جدا؟ It is the only thing I look for، هي الشيء الوحيد الذي أبحث عنه بالسيارة. إذا من تسمع كلامه تعرف أنه مواصفات الأمان هي جدا مهمة، لأنه يقول لك أنا الشغلة الوحيدة اللي أدور عليها بالسيارة هي مواصفات الأمان، يعني غير شيء ما يهمني. فلهذا السبب استخدمنا really. النقطة الرابعة This shirt is quite really cheap، I bought two of it، طبعا اكيد هنا الاختيار quite cheap، رخيصة نوعا ما، رخيصة نوعا ما، ما نقول really cheap، لا quite cheap، والدليل انه اشترى اثنين فقط من هذا القميص. لو كان فعلا جدا رخيص لكان اشترى اكثر من اثنين، بس هو قال لك كان رخيصا نوعا ما فاشتريت اثنين مو اكثر، بس ما اشترى كثير. فهذه الامثلة، وطبعا عندنا تمرين اخر راح ندرسه ان شاء الله من نصل الاكتيفيتي، ايضا نتكلم عن هذا الموضوع. فهل الموضوع واضح؟ موضوع giving reason، اعطاء السبب. قبل كل شيء اقول لك انت اليوم اذا انت تريد تنطي سبب تستخدم العبارتين التاليتين لاعطاء السبب. فنحن عندنا عبارتين، اما تستخدم عبارة so you can أو so I can، طبعا ال you أو ال I ماكو فرق بيناتهم، يعني عادي إذا اختاريت هاي أو هاي ماكو مشكلة، أو عبارة to help you أو me، هم نفس يعني نفس الفكرة، إن إذا استخدمت to help you أو to help me ما راح يفرق عندك شيء، اثنيناتهم صح، بس يعني بس مجرد تغيير ضمير لمساعدتك أو لمساعدتي، أو حتى تستطيع أنت أو حتى أستطيع أنا، فالضمير ما راح يأثر على معنى الجملة أو على الحل مالتك إذا استخدمت يعني مثلا عبارة so you can، إذا قلت you إذا قلت I عادي ماكو مشكلة، و to help you أو to help me إذا قلت you إذا قلت me همين ما راح تأثر على الحل مالتك، اثنيناتهم صح. فنرجع لموضوعنا اللي أنت اليوم أنت تريد تنطي سبب، فلازم تستخدم أحد العبارتين، إما تقول so you can أو تقول to help you، so you can أو to help you، واحدة منهم تختار. هاي طبعا في حال إن هو بالسؤال ما حدد لك أنت إيش تختار، فأنت تختار واحدة منهم بكيفك. شوف الأمثلة، يقول I bought a car، أنا اشتريت سيارة. شنو السبب ليش اشتريت سيارة؟ so I can، حتى أستطيع go to work easier،
حتى اروح للشغل مالتي بسهوله. قبل كنت اروح بالباص مثلا بالكيه واروح وكذا، صعوبه لاقي صعوبه. فانا اشتريت سياره، زين شنو السبب؟ السبب حتى so I can، حتى استطيع go to work easier، اذهب للشغل او الى العمل مالتي بسهوله اكبر. الجمله الثانيه يقول the car has air conditioning، السياره بها تبريد. شنو فائده التبريد؟ to help me او to help you keep cool، حتى ابقى او حتى يساعدني انه ابقى ب يعني مثل ما نقول بردان، ابقى منتعش. to help me او to help you keep cool. هذه امثله. بالامتحان طبعا الامتحان مالته او الصيغه مالته الامتحانيه جدا سهله، جدا 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 سهله. يقول بالامتحان يعطينا جمله مثل ايش؟ جمله مثل هذه the car has bluetooth connection، ثم يقول لك اعطي سببا، يعني شوف بين قوسين قال لك give reason، يعني انطي سبب. يقول السبب نفسه عاده يكون مذكور بين قوسين، يعني listen to music، موجود فعلا السبب. زين انطاك جمله وانطاك منطوق السؤال give reason، انطيني سبب، وانطاك السبب نفسه، زين شنو اللي انا لازم اسويه؟ يقول وكل ما عليك فعله هو وضع الجمله الاولى، يعني هاي الجمله الاولى تنزلها مثل ما هي. شوف هنا الحل the car has bluetooth connection، نزلناها. ثم اداه السبب، هنا هي الفكره، اداه السبب اللي انت المفروض حافظ هذول الادوات او العبارتين. اداه السبب انا هنا مثلا استخدمت so I can، انت ممكن طبعا تغيرها بتقول to help me او to help you، بس لازم تختار واحده منهم. بعد ما استخدمت اداه السبب ثم السبب نفسه المعطى بين اقواس اللي هو listen to music، فشوف الجمله، نزلنا الجمله الاولى the car has a bluetooth connection، شوف الجمله الاولى يعني هاي القاعده طبعا، بعدين عباره السبب، عباره السبب اللي هي منه so I can، بعدين السبب المعطى بين قوسين اللي هو listen to music so I can listen to music بس. فيعني وكانما شغلك هو شنو؟ الجمله الاولى راح تنزلها، هاي مالك كفضل بيها بس راح تنزلها، السبب اللي موجود بين قوسين هاي من راح تنزله، بس انه تخلي بين السبب وبين الجمله الاولى عباره السبب، اما تخلي so I can او to help me او to help you كيفك. نجي نشوف الجمله الثانيه او الطريقه الثانيه اللي جت بالامتحان الوزاري. يقول there are disc brakes in every car، يعني هنالك مكابح في كل سياره، because so to help you stop quickly. طبعا هنا المفروض من تشوفون كلمه help تعرفون انه العباره لازم تسبق ب to help you، ولهذا سبق لكم لازم تحفظون العبارتين حتى تتذكرها دائما to help to help you so I can to help you so I can so I، يعني so تجي مع الكان والhelp تجي مع التو، to help so you can، فالso مع الكان التو مع الhelp. الجمله الثانيه او الثالثه عفوا cars have tinted windows، السيارات بها نوافذ مظلله، tinted مظلل، windows نوافذ، see into the car easily ان ترى ما بداخل السياره بسهوله، see هذا طبعا السبب، هذا كان طاق السبب بين قوسين، see into the car easily ان ترى ما بداخل السياره بسهوله، اي معناها هنا المطلب مالته. يقول لك use can او can't to give reason، لاعطاء سبب. يعني هنا انت ما راح تستخدم عبارة to help، لأنه هو قال لك استخدم كان او كانت، يعني راح تستخدم عبارة so you can او so you can't. اعتقد يعني النط من جبته؟ قال لك عادي حسب معنى الجملة، مرات تستخدم كان مرات تستخدم كانت، ماكو مشكلة حسب معنى الجملة اللي هو يتطلب، مرات تستخدم نفي مرات تستخدم مثبت. فنجي نشوف الجملة cars، نزلنا الجملة الأولى cars have tinted windows، نزلناها حسب القاعدة الجملة الأولى تنزل، ثم عبارة السبب بما أنه قال يستخدم كان أو كانت فراح استخدم so you can't. أنا ليش ما استخدمت يعني كان مو كانت؟ بسبب أنه معنى الجملة يتطلب ذلك، see into the car easily،
احنا نعرف انه فائده النوافذ المظلله، يعني انا اليوم من السياره مالتي اخلي لها تظليل، وشنو الفائده؟ الفائده حتى امنع اللي بالخارج يشوف الشكو بالسياره، هي هاي فائده التظليل. فلما يقول لك سي انتو ذا كار ايزلي، ان ترى ما بداخل السياره بسهوله، هذا المعنى مناقض للتنتد ويندوز. فانا شلون ارهمه بوجود النفي؟ فاقول so you can't، حتى لا تستطيع، so you can't حتى لا تستطيع see into the car easily، حتى لا تستطيع ان ترى ما بداخل السياره بسهوله. فهي هذه الفكره. طبعا بالمناسبه خلي اكمل المثال الرابع واعطيكم المناسبه اللي ببالي. النقطه الرابعه cars have sunroof، السياره بها فتحه شمسيه، هاي الفتحه اللي بالسقف الفتحه الشمسيه، let light into the car، let light يعني تسمح للضوء into the car بالدخول للسياره، يعني فائده الفتحه السقفيه هاي اللي بالسقف موجوده في بعض السيارات هي شنو فائدتها؟ فائدتها حتى تدخل لك ضوء الشمس الى السياره. طبعا يقول لك give reason، استخدم عباره to help، انا ما قال لك استخدم can، لا قال لك استخدم help. فتنزل الجمله الاولى cars have sunroofs to help you، لانه هو قال لك to help، استخدم to help you، وتنزل السبب المعطى بين قوسين let light into the car. ارجع الان الى المناسبه اللي حتى لا انساها. احنا بال يعني بال ايش اسمه بالمنهج مالتنا عندنا فد حالتين فقط نستخدم بهم الكانت اللي هي النفي، ما استخدم الكان، استخدم الكانت. الحاله الاولى اللي هي مع التنتد ويندوز، تنتد ويندوز اللي هي النوافذ المظللة. الحالة الثانية مع كلمة جي بي اس اللي هو هذا مع نظام الملاحة، نظام التتبع، وراح اكتبوا المثال من امامكم حتى تتذكرونه ان شاء الله ما تنسونه. يقول لك cars have جي بي اس، يعني بيها نظام تتبع. السبب المعطى بين قوسين ايش راح يعني يكون؟ get lost، هذا السبب. ونفس الفكره قال لك يوز كان اور كان تو جيف ريزن، فهنا من تجي تحل راح تقول كارز هاف جي بي اس سو يو كانت جيت لوست. ليش هنا استخدمنا كانت؟ احنا نعرف انه فائده الجي بي اس هو حتى يدليك الاماكن، يعني انا اليوم سافرت مثلا الى بغداد اريد اروح لمكان معين، انا ما اعرف يعني ما اعرف المكان، فايش راح اسوي؟ راح اطلع الموبايل استخدم الجي بي اس. ففائده الجي بي اس هي شنو؟ الجي بي اس فائدته انه هو يعلمني المكان، انه المطعم الفلاني او الدائره الفلانيه او المول الفلاني في منطقه معينه، فيدليني يوصلني الى المكان اللي انا احبه. فاذا هو فائدته هو يعلمك الاماكن. فهو لما نستخدم عباره جيت لوست تضيع، يعني هل من المعقول ان انا استخدم جي بي اس حتى اضيع؟ فأكيد لا. فلما تكون المعنى مناقض للجهاز نفسه والفكرة نفسها، فالأفضل أننا نستخدم نفي. فهنا راح نقول cars have GPS، السيارات بها نظام الجي بي اس على مديش، so you can't get lost، حتى لا تضيع، لا تضيع. فهي هاي الفكرة. فأنت مثل ما قلت لكم عندكم التنتد ويندوز وعندكم الجي بي اس، هذول يعني خلينا نقول الجهازين او هذول الحالتين نستخدم معاهم الكانت، اما الباقي فكلها تستخدم معاها الكان، يعني كلها حسب. طبعا انا هذا كلامي ارجع واكرر حسب الكتاب وحسب النشاط، انه بس هاي الحالتين استخدمنا معاها النط، اما باقي الحالات ما بها نط، بها مثبت. فهذا كان الموضوع اللي الثالث والاخير.